وديت الصينية ماما لخالتي صبرا. تسلم يا حبيبي. محشي. أم مينا بعت لنا المحشي ده يا أم. أم مينا تسلم إيديها، طول عمرها صاحبة واجب. بقولك إيه يا بطة يا بنتي، تعالي يا حبيبتي تكملي الأكل حسن رجلي مش شايلاني، عايزة أخش أصحى أبوكي. يلا يلا حاضر. يلا يا حبيبتي. الله، انت صاحي يا امين؟ صدق الله العظيم. ايوه صاحي يا صبرا، ولا شايل الهموم زي حالاتي يجي له نوم؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب هم ابدا، ربنا يفرج الهموم. قادر يا كريم. امين يا رب يا رب. امال فين ادم وعامل؟ ادم لسه في كليته وعامل لسه نايم. وفين يحيى؟ بيلعب كرة في الشارع. يا دي كورة، كل يوم لعب كورة؟ يا اخويا ما تسيبه يلعب. فاكر نفسه ابو تريكة ولا ايه؟ يا اخويا اسمع من بقك ربنا ويبقى زي ابو تريكة. قادر يا كريم يا رب. ايوه دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوظوا ان شاء الله. يا اخويا تدلعوا في حياتك ان شاء الله. خليك خليك انت. الله العظيم. اهلا يا سامية. ازيك يا ابو؟ الحمد لله يا بنتي. انت كويس؟ الحمد لله. عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله عايشه. سامي يا حبيبتي ازيك يا ماما؟ وحشتيني. وانت كمان. سامي حبيبتي ازيك يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين بطه؟ بطه طالع هناك في المطبخ. اغيثونا. طب انا هقوم اشوف الاكل. لا خليكي وانا هشوف. طب انا هصحي عامر بقى. ها عامر. يا عامر. ايوه ايوه. اصحى بقى بلاش نومة اهل الكهف دي. ايوه انا بتوضى اهو بتوضى. هنا يا كسروا مرسيدس. تعطينا واجهة المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ تسمين عم تسعد الكرة. تكل على الله مفيش كرة. يلا الكرة دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عم تسعد الكرة. مفيش كرة يا ابني. يلا تكل على الله. يلا مالك؟ معلش عم تسعد الكرة. يلا يا ابني انا قاعد اديك على قفاك. انت مين على قفايا يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ايه؟ ابوك يحيى بيخلي مع الديسك. اتكلم يا ادل يا عم انت. في ايه ده يحيى؟ في ايه؟ كوره جت عنده انت سبت له بيقول لك اديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا يا سلام ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم، انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلقه على باب المحل. جدع
لا ده انت حلو اهي. يلا يا ادم بقى يلا يا جدعان قصاد طبيب كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت بيت اما تبيتك. بتقولي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. بس كنت في تضعين اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. البهوات بقى عاملين فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ ادي يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولد. ايوه كلني كلني يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمدي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. بس صعبات يا بنت ما بيتكم ورانا بشرعين. ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده ملك يا سامي. فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا. عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه محبوس؟ ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربه دي يا بط. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا. انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه ياما اعمل ايه. اجيب فلوس الولاده منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا. انا ما اعرفش حاجه. حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل. كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي ان شاء الله هتتظبط. بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله. كام فستان الله. زياده ازاي اذا كنت انت مكفيه على المكنه ليل ونهار؟ هتعملي ايه اكتر من انت بتعمليه؟ دي بنتنا برضو يا امين ولازم نقف جنبها. الله. وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقعوا في قربزنا احنا برضو؟ خلاص يا عم امين في ايه بقى؟ واحد الله. لا اله الا الله يا سيدي. لا اله الا الله. مش كفايه علينا خالك حاطط ايديه في ميه بارده ما يدفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت سامية. انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي. وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بيعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. اه اوكي يا بنت كده. صح الله العظيم يا رب. يابا كل يا حبيبتي كل. العب يا قفا يا قفا يا هفا. هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. سيب الله ولا واحد فيكم بيعرف يلعب. هات الكوره دي تعالى تعالى هشوط شوطه واحده. راحتك يا كبير. ده انت لسه مدي الديسي علقه تمام. انت مين يا؟ بقول لكم ايه؟ مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش؟ هشوط شوطه. اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جون. يا خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش. عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. ويلس. ها مركز؟ مركز. البس. ايوه يا ابو ادم. ازيك يا مفتاح عنك انت؟ تبصرك يا ادم ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى قلت الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. محدش فيكم ده انت. راح فين ده؟
انت كنت فين؟ بقص لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصيه الشرسه دي؟ مش قبل الفطار انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ما انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه، ده بيجي مره كل 4 سنين. ايوه فعلا سنه كبيسه يعني. اهو اليوم الزياده ده بالنسبه لي احلى يوم. انت بقى يا ستي عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا اجيب لك حته هديه بس مش هحرقها لك دلوقتي. ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطه؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرتي كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك لزوق لك الفيسبا واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي. خد يا ادم الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي. والنبي ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه ان تبع منطقتي والنبي عم عفيف، عارفين انا من التوصيله دي احسن. احنا في العشر الاواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشر الأواخر بالتوصيل يا عم آدم؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يالا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيفي خلي ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل مكاني. لا يا أدم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عن المصروف أحسن يا عم مرتضى. آدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي يا عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي ما شفناش بعض فيه. اخسى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. تقطيع يا بت ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه، من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان ما تفكرنيش. الله انا دلوقتي لولوس. وبعدين انا مخنوقه اليومين دول، امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني.
خدي بالك. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تتسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا مسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط، ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ اه انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان. حرام يا عم امين. لما يا سيدي لو سمحت يا عم امين خلصني. فوت علينا بعد العيد اكون رجعت ورقك يا سيد. يا استاذ امين ربنا يخليك، انا بقى لي شهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايده. فات الكتير ما بقى الا القليل يا سيد. لحد امتى؟ ده حته التصريح لا راح ولا جاي عشان راجل معوق هنحط له حديدتين قدام بيته. ودي شويه حدتين هيندقوا في الطريق العام، يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا اي حد يركب ما بينهم. المفروض ان احنا ناخد اذن من البلديه والمطافي والامن الصناعي. ياه احنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا هي سايبه. طب ايه رايك بقى في اللي بيحط حجر عافيه ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر وهيتعمل مخالفه وهيدفع غرامه، واذا ما دفعش غرامه هتبقى قضيه. انما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا أستاذ أمين أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهيل على الله وكل شيء بثمنه. يا أستاذ أمين أنت كل اللي بتطلبه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايدة. فكر شوية شغل مخك، يمكن في حاجة ما اندفعتش هي اللي معطلة لك الدنيا. حاجة إيه يا أستاذ أمين؟ أنت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قولي كده. كل سنة وانت طيب. طيب يا سيدي بالصحة والسلام. إن شاء الله أجي أخد التصريح إمتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز أهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيدية يبقى إحنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلدية والأمن الصناعي و لا 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 دي كلها حاجات روتينية. الكلام ده لما يبقى شارع عام. أنا واضح من الورق بتاعك إنك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمة. ربنا يخليك لينا يا عم أمين. ويخليكم انتوا لينا ويرزقكم برزقنا ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش فاهم يا استاذ امين انت ازاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوه دي؟ يعني انت ما بتقبلهاش يا استاذ سيد؟ ايوه بس انا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوه؟ امال تعتبر ايه؟ دي دمغه نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحه مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغه نفس؟ ايوه دمغه نفس. ولعلمك بقى دي اهم دمغه في الدمغات والمفروض انها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافاه للموظف على سرعه تاديته وخدماته للمواطنين. وبما ان الحكومه ما بتدفعش الدمغه دي فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديرا لزميله الموظف علشان يمشي له شغله. تصدق معاك حق. اه طبعا ما نقص. شكرا. بابا اتأخر وهيأخرنا كده على المحاضرة. ها سيبك بقى كده وقولي لي باركت له على عيد ميلاده؟ باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ آدم جريء وبميت لسان. مش عارفة كده أنا بيجي لي إحساس إنه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا إيه بس؟ إيه الكلام اللي أنتِ بتقوليه ده؟ عامة أنا حاسة. وأنا إحساسي ما يخيبش أبداً. بطلي التخريف اللي أنتِ بتقوليه يا هبة. أنا وآدم زي الإخوات، متربيين مع بعض، يعني مفيش ما بيننا التخريف ده. طب ما أنا متربية معاكم من زمان، وبرضه بيهتم بيكي أنتِ زيادة. بطلي هبل بقى يا هبة. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. صباح النور. إزيك يا عمو عبيد؟ أهو الحمد لله عايشين بنكافح. اتأخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتأخرني على المحاضرة. لا كله إلا المحاضرات. انت عارفة السنة بتوقف عليها بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليه كفالة الشهر؟ اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاله ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه؟ ليه؟
امال الفستان ان شاء الله ثمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده؟ ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد؟ ده في فساتين بتعدي الألف والألفين. الله نبي ياخد اتنقطينا بسكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني؟ اراجع نفسي في ايه؟ يعني انت عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي خمس. بقولك ايه يا بابا؟ ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل، وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقولك ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا هديهم لك وافتح لك دكتور توفيق. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا. اتفضلي. ايه دول يا بابا؟ مديني 100 جنيه خمسات؟ انت مش هتبطل حركاتك دي. ايوه كل خمسه فوق خمسه عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مطفره والعين فلتت الحمر. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنتي طالعه ايدها مخرومه لمين، مع ان امها بخيل. سلام. انت عوضوا على تليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقه وكنت ماشيه. هعمل ايه بس يا بطه؟ كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مره وسمعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو ما بتردش عليا. اعمل ايه بس؟ الظابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد، رحت فاتح عليك وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المره دي. لا قبل ما تعديها في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. ايه؟ وحشتيني. انت كمان. بجد؟ بس بجد بقى عايز اقولك حاجة بجد بجد قوي يعني المرة دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان انت بنت جدعة وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوة. حلوة قوي زي القمر وبموت فيك. ايه رايكم بقى يا شلمزات في عربيتي الجديده واللون الابيض؟ ايه سبيشال اوردر ما شاء الله يا معلم. مش لسه مغير عربيه الشهر اللي فات؟ كل شهر بتغير عربيه جديده. الله اكبر. في ايه يا عم انت؟ انا العربيات دي هوايتي، وبعدين دي لعبه الكبار. يا عم ده قالوا حراميه ومعاهم فلوس كتير. اللي بيته من ازاز يا حبوب، وبعدين ما انت خالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمه. يا عم ده عمي مش خالي، انت هتحور كمان. تصدق ظلمته طلع عمه مش خاله. بقول لك ايه، الزبون لسه ما اكتشفش ان انا مونيكا اللي بتشتغل على الانترنت وهتفضحني. ها صحيح يا وليد، انت ابن محظوظه، البت زي القمر انت معلقه على الفيسبوك مونيكا دي، هموت واعرف عجبها فيك ايه. اوه انت ما شفتش بقى، تخيل بقى يا ادم انا بصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف اعلق بت بوز زي دي. انت على مونيكا؟ مونيكا. بقول لك ايه، انت بتعمل معاها حاجه بقى كده ولا كده؟ وصلتوا لايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني. فلت. ها فلت منك. كان عندك ميعاد انت معاها بقى، عمال تقول لنا مونيكا الساعه 2. فكرتني، انت فكرتني بالميعاد ده، انا لازم اطير دلوقتي حالا ان هي قاعده على نار مستنياني. كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع صحابها بقى. حماده صحابها. يلا سلام يا جماعه. غير انت بقى بس اوعى تخبط في حاجه وانت طاير. نمره ابن اللذين. بقول لكم ايه صحيح؟ ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم اي حاجه من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده. ولا حاجه، الدكتور عايزني اعمل استطلاع راي على اكبر مشكله بتقرق المجتمع المصري. أكبر مشكلة بتؤرق المجتمع المصري. أهلا بيك، إزيك؟ أنا مش عارف بس إيه اللي طلعها في دماغك إن أنت تجيبي نظارات النهاردة. عشان الهاني مون يا حبيبي، أنت مش فاهم هناك الشمس جامدة قد إيه؟ مش عارف ليه محسساني يا نانسي ان احنا هنطلع على الهاني مون ده نكسر الفيزا بتاعه تايلاند ونعمل هجره غير مشروعه. جو. ايه؟ تعالى عايزك. ها حلوه دي؟ حلو. طيب ودي برضو حلو. كلهم حلوين يا نانسي. ايه اللي كلهم حلوين؟ انت ايه، ما فيش راي خالص كده؟ هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى ما فيش راي خالص؟ طب ماشي يا ستي، كلهم وحشين كده يا جو. اوكي انا هشتري واحده سودا عشان انت بتكره الاسود. لا نانسي، عشان خاطري بلاش الاسود، عشان خاطري. ايوه كده. استنى بقى عشان عايزاك تقيس حاجه. تعملي ايه؟ قيس دي كده.
ها حلوة؟ حلوة أوي. حلوة أوي؟ بحبك يا نانسي. احنا في المحل. اه صحيح طيب. اتفرج بقى على شوية حاجات جوه. صدق انها اخيرا كملت وبجد طالعة تحفة. لا ما خدتيش بالك بقى من السفرة، جت واتفرشت اهي. ايه ده انت حطيتها؟ شفت مكانها هنا احلى ازاي؟ خلاص يا ستي بقى، ما انا حطيتها لك مكان ما انت عايزه. تعالي بس اوريكي حتة مفاجأة جامدة جدا. طب الراحة بالراحة. طيب هوريكي حاجة جامدة جدا. كمية رسمي النهاردة. ايه رأيك في المفاجأة العظيمة دي؟ مش فاهم فين المفاجأة؟ ايه التلاجة؟ ما جبناها وكراتين وبتاع. بجد؟ لا تصدق مفاجأة رهيبة فعلا. لوحدي. كويس انك عملتها لوحدك، معكش حد يعني. غاوي تكسفيني على طول، هتفضلي تكسفيني على طول كده. بقولك ايه؟ ما تيجي نبات هنا النهارده. تلم. طب بوسه. طيب بوسه. تلم يا جو. كلها كام يوم محدش هيقول لي تلم، فاهمه؟ كمان كام يوم مش دلوقتي. بموت فيك يا نانسي. حلوه التلاجة. ما روحت شغلك ليه يا عامر؟ ماليش نفس اروح النهارده. مالكش نفس يعني ايه؟ هي رحله. يعني هروح اعمل ايه؟ بروح اكل سندوتشات واشرب فشايات وانام على زمايلي، يعني مفيش حاجه مهمه. طيب قول الحمد لله بقى انك انت مش عاطل. انا عاطل برضو. عاطل يا صبره بس بمرتب. طب احمد ربنا بقى انهم بيدولك مرتب على كده. أنا داخل أنام، ابقوا صحوني على الفطار. يا ابني أنت ما زهقتش نوم؟ يعني عايز أنا أعمل إيه يا صبرا؟ تشوف لك أي شغلانة بعد الظهر، تزود دخلك، تضيع وقتك. شغلانة؟ أنا فاضل لي 4 سنين وبقى عندي 50 سنة. شغل إيه اللي هيقبلني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهادة خبرة يا صبرا، وأنت عارفة أختي. الحكومة ما بتديش خبرة. أيوه يا حبيبي. بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خليق ربنا؟ تتجوز؟ انت بتقولي احلام يا صبرا. الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقت كوابيس. والله بقت كوابيس يا صبرا. بقوم مفزوع منها طول الليل. انا بقوم بلاقي دمعتها على خد مش حاسس بيها. سايق عليك النبي يا صبرا، سايق عليك النبي اختي. ما تقلبي على الموهبه. هبقى كويس، هبقى كويس يا صبرا. صباح الخير يا نانسي. صباح النور يا صبرا. في راجل اجنبي جوه عجباه قوي الكاوتش البني بس عايز يغير القماش. اوكي تاني نشوف. سو هبعتي البين باك بتاعت المهندس مصطفى سرور. اوكي. هاي نانسي. ريتشارد. هاف ا سيت بليز. ثانك يو. يو لايك ذا جاليري؟ اتس بيوتيفول. يو ذا مانجر؟ نو اكشلي ام ذا اونر. سو ماي اسيستنت تولد مي ذات يو لايك ذس كاوتش. اي دو بات اي وانت ا نيو وان بيكوز ويف سات اون ذس وان. ام جاست كيدينج. I like it. Maybe a different fabric or color. Okay. May I know the colors of your apartment? Villa. And it's under construction. Really? You know that we also do interior designing? Mama, that's fantastic. Then I've come to the right place. I don't trust my own taste. Only the taste of a woman. Okay. And I would love to help you. Sorry. Excuse me. ايوه يا ماما. معلش اصل معايا كلاينت. انا جايه على طول، انا هروح بعد كده. اوكي اوكي مش هتاخر. يلا باي. عينيا حاضر. انا حبيبي.
الحسن والهوم يا حد حبوا علاء بتاع ياخد كل سنة طيبين يا رجالة وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب كل سنة طيب يا فرد يا حلوة يا حلوة انتي صوت طيب يا ده صوت طيب يا صوت طيب يا مينا امك عملت لنا شوية كحك عسل يا طهور بتلينا قصيدة العيد كده بقى فاكر قصيدة السنة اللي فاتت بتاعت حبيباتي اتشقطت مني بس بزبدتك مش كانت حلوة كانت حلوة والله خش بقى على بتاعت السنة دي عايز تسمع حاجة مصمم اكتبني وقف لعبة بقى نسمع مطاطي 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 ونفس مكسورة وراضي اني فيك اعيش ولو لقى بلد غيرك هسيبك وما تزعليش مطاطي ونفسي مكسورة وراضي ان فيك اعيش ولو لقى بلد غيرك هسيبك وما تزعليش ويمكن في يوم نتقابل واشوفك زي ما انا بحلم ويمكن في يوم نتقابل واشوفك زي ما انا بحلم لكن دلوقتي سامحيني انا بحلم بلقمة عيش يا ابن اللذين ايه ده بطاطي شعرك ريحته وحشه شعرك ركيك بطاطك يا راجل يا معفن مش فاهم قيمه الكلام اللي بيقوله يلا يا عم قوم استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل ايه انت عارف يا طاهر احلى حاجه فيك انت بصني يا معلم استنى بس يا جدع قول يا اخويا احلى حاجه فيك ان الشعر بتاعك سترونج ربنا يكرمك يا حبيبي وفي نفس الوقت ضعيف This not your problem دي مشكلتي انا مشكلتي خليها الله معلم خليها الله مالك يا ابو ادم ساكت ليه كده في سكت طبعا يا معلم انت قلبت علينا المواجع في الوقفه السنه اللي فاتت كنت عامل قصيده لحبيبتك السنه دي شوف انت عاملها ليه واضح ان احنا كبرنا كده والهم مال حياتنا احنا ما كبرناش احنا فهمنا وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الالم ألم وورقة وكراسة إيه جو محو الأمية ده أنا غلطان إن قعدت مع عالم جهلة زيكم جاتكم القرف اللي قولي يا آدم هو مين الراجل ده معرفش أنا فاكره جاي معاك معرفش أنا فاكره جاي معاك نعم أنا معرفش أنا فاكره جاي معاك مين ده حاج معرفش أنا فاكره معاك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم بارك لي في أولادي وبناتي واصرف عنهم السوء اللهم بارك لي في آدم ابني اللهم اكتب له النجاح اللهم يسر له طريق الفلاح اللهم اجعله لي خير خلف واجعله لأمه وأخواته خير سند اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات اللهم أعد علينا العيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا رب العالمين نقولها عربي 10 سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك عربي انجليزي شقلباز يعني ايه يا معلم عادي يا جدع ميضاد الله يرحمه اسمه شقلباز وشقلباز دي كانت عيله ريتش في وقت الشله والانجليزي ده بقى اسم الشهره بتاعي اكمني بشتغل مع الاجانب طول الوقت زي ما انتوا شايفين كده وسايب العيال وامهم فوق السطوح وانت ناطر وزاوم لوحديهم الله ما انا باشقى واتعب واشتغل واعرف نسوان عشان مين يعني ما هو عشان المدام والاولاد ونعمه الشقه الله
اعمل ايه يا صاحبي؟ المطار يركب الهارد. ايه الهارد؟ الصعب يعني. برضه ما فهمتش، يعني انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايزي خالص، اضرب المويل بكين المحزه وبروز السمانه واجي فارد على الشازلونج كده مط. تلقط ايه بقى؟ قلقت النسوان الاجانب من سن التسعين كده وانت طالع. تسعين وانت طالع؟ طالع فين يا معلم؟ انت كده طالع على القرافة. قلبنا عداد بدري بدري، وكل ما كانت عظمة كبيرة تفرهب وتاكل الطعمة بسرعة. يعني انت من الرجالة اللي بيبيعوا نفسهم عشان خاطر الفلوس. الله ينور عليك. الله، ما هي دي الفرصة يا صاحبي. بس مش دي الفرصة يا صاحبي، الفرصة اللي غنالها منير وقال عليها ايه؟ الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة ببدال. بدال وجدول وجنزير، وطبعا هتطبلوله. بقول لكم ايه؟ ما تاخدوني لفة معاكم. ما تخنونيش يا ديسي، ساقك هيخش زي الناس دي كلها. انت مش على راسك ريشة يا اخويا. لا يا اخويا على راسي ريشة. ايه ايه، وساق هيخش اول فار. مش هيخش الا في الاصول. بقول لك ايه؟ الفرن عطر، روح اعملوا حتة تانية يا اخويا. الله. ايه يا فانيليا، وبصتك اي علمني ليا فانيليا. هي حاليا معفنه عليا الطلاب الثلاثه، اللي الصاج بتاعنا ما دخلش اول صاج تولع لك الفرن وانت في قلبي. ليه؟ علشان الفرن كان مات في يحط ولا ايه؟ اصر يا عم فانيليا، لو كترت في الكلام هشقك. ليه بطيخه قدامك؟ في حاجه يا فانيليا؟ في يا عم فانيليا؟ لا مفيش حاجه يا ادم. لا في ادم مصر يدخل صاج الاول. قلت له ازاي؟ في ناس قبليه، هو انا على راسي ريشه يعني ولا حاجه؟ اه لا مفيش ريشه ولا حاجه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا صوت. طيب ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى ال 5 جنيه. قولي له ال 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي وكانت بتعمل ايه زمان. قولي له فرحك انت تكلف قد ايه. اوعى اوعى جيل اخر زمن. هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى، جري يا واد، اهدى باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين اعمل اكسوس. شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي، ينفع؟ تنفع اه، وتخش تبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر. خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. مظبوطين مظبوطين. يلا روح يلا. تعال. شبرا. خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. ماشي. الهي يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع. قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا اما. ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم.
وانا يعني لازم اروح اقل ادبي على ابوك عشان تديني هديه. ماشي يا عم، ماشي يا ابو. فاكر يا ابو فاكر. يلا خمسايه اهي، يلا العب مع اصحابك. ها مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولافهم له كمان. يلا. ايه ده؟ خمسة جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسوس. عم شفاره حبيبي صباحك. ايه الاخبارك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعيط في القناطر يا سيدي. قوم يا عم صممت اخرجها واديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجح. اتمرجح؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير لما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله، اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب يلا بنوت. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تمرجح؟ لا نزلني انا بقى. اركب يلا. لا اقعد. عامل انا بقى في ايه؟ حكومة عربية يا جبانة. هوزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. اسكت اسكت يا اسرائيل. علي وعلي وعلي الصوت. علي وعلي وعلي الصوت. اللي بيهتف مش هيموت. اللي بيهتف مش هيموت. علي وعلي وعلي الصوت. علي وعلي وعلي الصوت. اللي بيهتف مش هيموت. اللي بيهتف مش هيموت. يا شادي ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عدى لكم خمس دقائق. ها اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هاتوا لي الواد اللي بيوزع مشروبات هناك ده. اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. مشروبات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعه يعني. اسمك آدم أمين عبد الحي،
طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد، انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسة وكده، يعني في الصيف كنت رايح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي، كان عنصري يعني وكده، كلمة مني وكلمة منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءة، ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا ادم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهرة اساسا، انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو يا باشا فقر وبطالة وفساد ومحسوبية. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعة، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم من كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسة قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا، وبعدين حضرتك ممكن تسأله. بعدين يا باشا انا ماليش دعوة بالسياسة خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كلية الآداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشرة الأخبار؟ عامل بيها إيه يا باشا يعني؟ بعدين إحنا ناس غلابة يعني، بنمشي جنب الحيط، ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني أنت مالكش أي نشاط سياسي ولا ميول حزبية معارضة للحكومة؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسة ولا أعرف عنها أي حاجة. آدم أمين عبد الحي، تصدق إن أنت واد طيب يا آدم وابن حلال، وأنا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعه. والله يا ادم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا، البلد بقت غريبه قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زي زيك، وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفينيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه يا ابني؟ انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقولك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطول اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين ومكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحة يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام
عايز يتغير؟ لا يا باشا، اعوذ بالله. نظام ايه اللي يتغير؟ انا اقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا. ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة مش. ولما انت مش تبع حاجة يا رحمك بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا، خد يا ادم من الحجز دلوقتي لغايه لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سالت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا، انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا شنبيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا شنبيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف. العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه. ثانيا وده الاهم، ان احساسي الامني اكد لي كده. يا دي احساسك الامني اللي انت فلقتني بيه يا ابني. انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حواليه شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار البلد ما يتحققوش الا لو عملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في الوقت، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه. البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. اقول تاني وافهمك ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش داعي. طيب قول لي بقى، انت وراك ايه النهارده بالليل؟ مفيش حاجه سعادتك. طب ما هتجيلي البيت شويه كده تتغلب لك بولتين ثلاثه شطرنج. ها ما بلاش، سعادتك لما بتتغلب بتقفش. انا طب يا اخي طالما بقفش اتغلب لي مرة. خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله، بس انا شفتهم قبضوا عليه وركبوه البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهرة. يا لهوي يا لهوي، كان مستخبينا فين كل ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت دور عليه يا امين عشان خاطري. ادور عليك فين؟ هو عيل تايه؟ مظاهرات ايه؟ احنا بتوع مظاهرات؟ انا هخش اغير هدومي. يا رب يا رب. انا اذنك انا. يا رب استرها يا رب. استرها يا رب والنبي يا رب. يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا صبرا؟ يا لهوي، انزل دور مع عمك امين على اهدم. ماله اهدم؟ قبضوا عليه في مظاهره ومش عارفين اراضي فين. مظاهره؟ وايه اللي خليه يروح مظاهرات؟ ده اتجنن انت ولا ايه؟ بقول لك انا مش ناقصاك، البس اي هن وانزل دور عليه. معلش يا صبرا انا ماليش في المشاوير دي. معلش يعني هسيب جوز اختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني؟ انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري. امال انت لازمتك ايه في الدنيا دي؟ تقدر تقول لي؟ ما ولا حاجة، اعتبريني هوا، خلاص استريحتي؟ أنا بخاف أروح القسمة صبرا،
انا لو شفت مكواجي شايل بدلة ضابط وماشي في الشارع بخاف من مكواجي. Now that's exactly what I want. Okay, sir. I'll start immediately. I'd appreciate if you rush the process. You know, time is money. Don't worry, Mr. Richard. I never miss a deadline. You impress me, Nancy. Here's an advance, just to make sure I've got your full attention. Okay, thank you. And I promise you'll have the most beautiful villa in Egypt. Beautiful girls do beautiful things. Thank you. Thanks for your time. تاني عليا تاني وتالت لحد ما ناخد حقنا. وحقكم ده بقى لمؤاخذة، ما بتعرفوش تاخدوه غير بالمظاهرات وتكسير المنافع العامة والممتلكات الخاصة. أنا ما كسرتش حاجة، بس عملت مظاهرات، سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد. أنا مش مسؤولة عن أفعال حد، أنا مسؤولة عن اللي أنا عملته، واللي أنا عملته حق بيكفله ليا القانون والدستور. يا بنتي أنت مش بنت منيب راشد؟ أيوة. طب ليه بقى مش طالعة زي بابا؟ طالعة له إزاي يعني؟ يعني بابا راجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها، معقولة بابا يعمر في البلد وانت تيجي تخربيها؟ بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبها بطريقتي. ماشي، على كل حال اكراما للسيد الوالد انا هخليك تروحي النهارده. لو ليا حق امشي، لو ماليش اتحاسب على اللي انا عملته زي غيري. خليها علي المرة دي، بس المرة الجاية هحاسبك على القديم والجديد. طبعا انت فاهمه كلامي كويس. يا ابني تعال خد عليا، خلص لها اقراءاتها وسيبها تروح. شرفتي. ياتي العواب سليمه يا رب. اهدي يا صبرا يا اختي اهدي، مش كده ما تقلقيش خير ان شاء الله. انا ازاي بس الواد خدوه يا ام هنا، مش عارفه اشوفه تاني ولا لا. ما تقلقيش يا اختي، ما دام هو ملهوش في السياسه هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طول. ده حقيقي ياما، الواد عصام ابن ام عصام اتاخد في مظاهره زي كده، ولما ثبتت براءته سابوه. اصبري يا اختي اصبري يا صبرا. اديدي صبرا، ده انا ظهرت حنان طول عمري عشان اربيهم كويس، الا ما حد اتنصب فيهم والاخر الواد اتمسك ومعرفش حتى اراضيه فين. بعد الشر ما تقوليش كده، ادم هيرجع بالسلامه ان شاء الله. ده ادم ده احسن واحد في الدنيا. اه والله ادم ملوش ولا في السياسه ولا المظاهرات ولا الحاجات دي. استرها يا رب استرها يا رب والنبي تسترها يا رب. انت بقى زعيم المظاهره؟ يا باشا انا ولا زعيم ولا حاجه، انا اللي جوايا وبحس بيه بقوله على طول. ايوه بس اللي انت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل، وبعدين يا ابني احنا في حاله سلام مع اسرائيل دلوقتي. يا باشا احنا عمرنا ما يكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا، طول ما هم بيقتلوا اخواتنا كل يوم وبيهتجوا اعراضهم يبقى عمر ما هيكون في بيننا وبينهم سلام ابدا. غصب عني يا باشا مش بايدي. انا معاك وحاسس بيك، بس مش بالطريقه دي يا طاهر، انت كده ممكن تودي نفسك في 60 داهيه، ما انت عارف القانون. وبعدين يا طاهر انت شاب ابن ناس مثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل، بلاش تهد يا طاهر. افندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجه نخرجهم من العذاب اللي هم فيه، يبقى ملوش لازمه ان احنا نعيش للمستقبل. انت دماغك ناشفه قوي بس مش مؤذي، واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوة كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه. بص يا ابني انا هروحك، بس بالله عليك بلاش مجي هنا تاني. شكرا يا فندم، يا ريت ضباط امن الدولة كلهم يكونوا محترمين زي حضرتك. بس انا بقى ليا عندك طلب يا طاهر يا جيفارا.
عموما يا فندم نفسي تقولي قصيده كده من اللي انت بتكتبه. حاضر يا فندم. قلبه كفاح بسم اللي راح حلمه وقضيه حالف معيش وفي عيني خوف من الليله دي وانا مش مروح بيتي غير حقي في ايديا شد فرصه لقيت حديد تهد فيا ولا وط راسي غير بسجده بحسن نيه للي حياني عشان اعيش للحظه دي. قوم روح يا طاهر. قوم روح بدل ما احطك في الحجز. قوم. شكرا يا فندم. حبيبتي ده في ايه بس يا ماما؟ احرجتينا بعياطك اللي مش مفهوم ده قدام الناس. يوه بقولك ايه يا سرايا؟ ادم ده معزته من معزه ولادنا، وبعدين انت ناسيه مش هو وهنا متربيين سوا؟ يا ماما ده اخواته اللي اسمهم اخواته ما عيطوش عليه زيها كده. هم حرين يا ماما. بنتي يا هنا ايه اللي بينك وبين ادم؟ مفيش حاجه. عليا انا الكلام ده؟ ريحي قلبي وقوليلي. مفيش حاجه يا ماما، قلت لك مفيش حاجه. مفيش حاجه. مالها البيت دي يا مهند؟ لا ابدا يا اخويا، بس اصلها متاثره شويه كمن ادم ابن الجيران قبضوا عليه. قبضوا عليه ليه؟ اصله كان في مظاهره. مظاهره ايه الخايب ده؟ في حد عايز يعمل كده؟ خايب؟ خايب ده ايه؟ وليه يا اخويا ما تقولش عليه وطني؟ وطني؟ وطني يا حماتي، انت لسه عايش ايام الانجليز؟ يا حماتي الحكايه دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون. وبعدين لعلمك بقى المظاهرات دي اضعف حاجه لحل المشاكل. ده واد غبي يا اخويا. اما اقوم اشوف البيت. هنعمل ايه بقى يا اخويا؟ هات الشباب. المهم ابوه وامه عاملين ايه دلوقتي؟ مش شحتفين على الواد يا عيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه؟ مش شحتفين، ما هم اللي يستاهلوا، سابوا له الحبل على الغارب لغايه ما فسد. جرى ايه يا ابو هانا؟ هو انا بقول لك الواد اتقبض عليه في قضيه مخدرات؟ ده مقبوض عليه يا اخويا في مظاهره. يا ريتها كانت قضيه مخدرات، كان كام سنه ورجع، انما دي عالم. ايه ده؟ ايه المعامله دي؟ يعني سايبني كل ده متاخر عليا وداخل من بره ضارب بوز قد كده وطالع على فوق على طول؟ امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه بقى؟ مالك يا جو؟ انت حاسس بحاجه؟ حاسس بظلم. ظلم؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ يا نانسي بفكر بعد ما نتجوز اخدك ونهاجر. نهاجر؟ انا هبقى بظلم نفسي وبظلمك لو فضلنا قاعدين هنا. المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ما اطمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابة وملناش في السياسة. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شوية عيال صيعة يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. اوعد سعادتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابدا. يا ريت، لأني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليه يروحه. الله يعمل بيتك يا باشا. الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا. الله يكرمك. الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل. خش.
ادم يا حبيبي كده كده يا ابني تخلع قلبه كده يا ادم ليه كده بس ليه كده يا ابني احكي لي عملت ايه ايه اللي حصل عملوا فيك ايه انا كنت في الجامعه داخل الجامعه عادي لقيت في مظاهره الحمد لله على السلامه يا سي ادم مظاهرات مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي احنا من امتى بتوع مظاهرات يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي انا خالي ولا زفت بقى اهدى بس استنى انت كمان عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات يابا انت مش مصدقني ليه يابا والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره انا نبهتك قبل ما تروح الكليه قلت لك احنا من سكه والناس بتوع المظاهرات دول من سكه تانية خالص يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا قلت لك ده ولا ما قلتلكش يابا انت مش مصدقني ليه يابا قلت لك ولا ما قلتلكش قلت لي ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس يا ادم يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك هو قال لك اهو خالي والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره يا خالي وانت ايه اللي وداك عند المظاهرات من اساسه يابا انا مش في الجامعه يابا انت الجامعه مالها ومال المظاهرات يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكه واحنا من سكه تانية خالص جري يا امين ما تخف على الواد شويه ما هو ده اللي انت فالحه فيه خف على الواد يا امين ما هو كله بسببك انا امال امي مش انت المسؤوله عن تربيتهم وتوعيتهم اراهنك ان الواد خاب بسببك الله يسامحك يا امين ما هو ده اللي انت فالحه فيه الله يسامحك تعمل لي عمله وترجعي تقولي لي الله يسامحك يابا ما تصحش كده يابا صح انت بتمد ايدك عليا يالا انت بتشدني والله يا عال لا اسمع اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا لا انا هنا الكبير اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي اصحى انا هنا الكبير انا اللي كلمتي لازم تمشي واللي مش هيسمع كلمتي اطلع بره البيت اتفضل بره بره ايه يا امين حرام عليك يا خد انت بره بره ادم 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 حرام عليك يا ادم تعالى راح فين ما تزعلش منه ده في الاول في الاخر ابوك خايف عليك هنزل شويه ادم ادم تطلعي بقى مش هطلع ما بحبش حد يشوفني كده انا مش حدي يا ادم يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي ما بقتش زي الاول يا ريت ما تقوليش بقت زحمه ولا مهرجله ولا شويه الحاجات اللي بتلككوا بيها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول بص يا جو احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشه فيها حاجات حلوه كتير قوي اقول لك على حاجه زي ناسها مثلا ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا عارفه يا نانسي انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطالبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها بالعكس انا كنت بقف ضد اي واحد بيتكلم في القصه دي وكان عندي 100 حجه وحجه بواجهه بيها بس للاسف الحجج دي ما بقتش موجوده اصلا ازاي يعني انت بتقولي مثلا ناسها او ناسها دول هم اللي اتغيروا الناس ما بقتش بتحترم بعض انا كنت بقول ان مفيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبنا كانوا زمان اسره واحده بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض بس النهاردة ما بقاش في حد بيحترم التاني المشكلة اني ما بقتش قادر اتعامل مع الناس ولا قادر افهمهم ولا قادر اتعايش معهم اصلا ايوة يا جو بس انا مش حاسة ان الناس بقت وحشة قوي كده يعني عشان انت عايشة في دايرة مغلقة عليكي انت دايرتك ضيقة قوي يا نانسي بيتك والكنيسة والجاليري وانا بس عارفة لو في يوم من الايام خرجتي من الدايرة دي لأي سبب من الاسباب هتفهمي اللي بقولهولك ده وهتكون صدمتك كبيرة وانا بقى من حقي ان انا اخاف عليكي وعلى اولادنا عشان كده لازم نمشي برا البلد دي طب بالراحه بس ممكن تسمعني قولي احنا مش عايزين نظلم الناس قوي كده برضو
أنا وإنت عارفين كويس قوي إن أخلاق أي شعب في الدنيا لما بتتغير للأسوأ زي ما إنت بتقول، ما هو ده برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصادية اللي متعرضين لها، للظلم، للفساد اللي بيشوفوه. وبعدين يا أخي، ما إحنا لو رحنا أي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشة برضو، وهنقابل ناس متعصبين سواء في الدين أو في اللون أو في الجنسية مثلا. طب نروح فين وأعمل إيه عشان نعيش في مجتمع بيحترم بعضه؟ نفضل وسط أهلنا، على الأقل لما نقابل أي مشكلة من دول نلاقي حقنا نترمي فيه. يا جو، عشان خاطري أنا نفسي أعيش في البلد اللي تربيت فيها، وعايز أربي عيالي فيها كمان. ممكن؟ أنت إيه الحكاية بتاعتك دي؟ أنت مش ناوي تبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا أنا مش مجنونة. أمال إيه شغل التخلف اللي أنت فيه ده؟ وسقوطك في الكلية أكتر من 3 سنين، واختلافاتك السياسية مع الدكاترة، واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني، كل ده بتسميه إيه؟ بسميه حرية شخصية، أنا من حق أعبر عن رأيي. لا مش من حقك، لأن طول ما أنت بنتي وشايلة اسمي لازم تخافي على مصلحتي. هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك، وما تنسيش إن أنا ظهري ليكي. ولولا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوك لغايه دلوقتي. من فضلك بقى يا منيب، كفايه لحد كده. كفايه ازاي؟ كفايه ازاي اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك مخليها رقبتي قد السمسمه، اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها ايه لما تكون توجهاتي السياسيه عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطيه. ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكره ان انت الوطنيه الوحيده والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده. كل تصرفاتك بتقول كده، ويؤسفني ان اقول لك ان كل ظنونك غلط، والبطولة والحماس اللي انت فيه دي هتروح مع اول قلم تاخديه في اي اسم. يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت، الله ينعل ابو اليوم اللي انا كلفتك فيه. اهدى شوية يا منيب لو سمحت. اهدى ازاي يا ست هانم؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه بعد ما اتطلقنا؟ مطلعالي البنت بلطجية وثورجية وبتاعت مشاكل ومظاهرات؟ يا ريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك، انت غلطة في حياتي بدفع ثمنها لغاية دلوقتي. طالما بتعتبرنا غلطة كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى. اخرسي يا قليلة الأدب، الغلط مش عليكي، الحق عليا أنا عشان قلبي كبير وسبتك تتربي مع أمك انت وأختك في الجو الموبوء ده. من فضلك يا منيب، ما اسمحلكش تجيب سيرتي على لسانك بأي غلط. ليه بقى؟ تنكري إن أبوكي هو اللي بس الأفكار المسمومة في دماغ البنت وخلاها تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيرة بابا على لسانك. بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر. ليه بقى؟ احنا بقى اللي بنكره مصر؟ انتوا كرهتوا الناس فيها بكذبكم وظلمكم. يوه، انا مش جاي هنا عشان ادافع عن نفسي ولا اخد منك محاضرات. هي كلمه، يا تلمي بنتك يا اما هرفع ايدي عندكم، وساعتها الله اعلم ايه اللي ممكن يجرى لها. انما يا اخي الغريبه ان انت واد صايع ومدردح ومالكش لا في كاس ولا في سجاره. ايه يا عم انت فين؟ ايه تقول ايه؟ بكلمك يا عم، بقولك انت يعني واد صايع ومدردح ومالكش لا في كاس ولا في سجاره. ما جدعانه يا ابني انك تشوف الزفت ده وما تمدش ايدك عليه، صياعه ادب كيكي مش. طب خد ولع ده بقى عشان تنسى كل همومك. اسمع كلام انا. انا انا الله، هو ده بقى اللي واخد عقلك؟ بعدين انت عارف ان انا ما بشربش الزفت ده. افرض بقى يا اخي انا شربته وحبيته، وايه المشكله يا حبيبه ما تحبه؟ اهو يصبرك على زن النسوان وقرفه وعلى لولس. انت عارف ايه مشكلتك يالا؟ ايه بقى يا عم الحكيم؟ انك ما عندكش اي مشاكل، بتحاول تخلق لنفسك اي مشاكل عشان تعيش نفسك فيها. ليه يعني؟ عشان اهلي اغنياء؟ في مشاكل كتير جدا ما تتحلش بالفلوس، واكبر دليل على كده مشكلتي. مشكلتك؟ مشكلتي دي بقى ان شاء الله. ابويا تخيل مستخسر يجيب لي عربيه بمليون جنيه. لا اله الا الله، ده اب ده؟ صدق يا اخي اللي شوف بلاوي الناس تقول عليه بلوته يا ابن ال... يا عم انت صدقت؟ تعرف يا دايما انا مشكلتي ايه؟ زي ما انت قلت بالظبط، ان انا ما عنديش مشكله. تخيل لما كل حاجه تتمناها وتعوزها تجيلك في لحظه، احساس ممل قوي يا اخي. ما عنديش هدف، ما عنديش حافز كده، ما فيش حاجه بسعى وراها وبجري وراها. واصعب حاجه ان انت تلاقي كل اللي حواليك بيحبوك عشان مصلحه، بس انا بحاول اشوفها بطريقه تانية. هم بيسلوني ويضيعوا لي وقتي. لو تعرف قيمه الوقت والعمر اللي بيعدي من غير ما تحقق فيه اي حاجه ده يا ابني، انت كده بتقتل نفسك. بقتلها وبعاقبها عشان فشلت تحقق اي حاجه مفيده في الوقت ده. يا سلام يا اخويا، هو انت بقى عشان ما عرفتش تبني فتهد كل حاجه؟ يا ابني انا معاك انك لازم تخرج وتنبسط وتهيس، بس لازم يبقى في هدف في حياتك عايش عشانه. على الاقل لما تتجوز ما يبقاش منظرك وحش قدام مراتك، ما يبقاش زي الشحط كده
ولسه بتاخد مصروفك من اهلك. واضح ان الدخان سطلك يا شلانز. شلانز؟ لا يا معلم ما تقلقش، دخانك عمره ما يستدني، لان اقلام الدنيا وشلالتها فوقاني طول الوقت. كش مالك يا باشا. برضو كش مالك يا باشا. بقول لك يا باشا، مش ملاحظ ان العساكر بتوعك محتاجين يطلعوا فرقه؟ هو ليه الاداء ضاد جيم كده النهارده؟ ضاد جيم ليه؟ يا هشام بيه، انت عارف ان انا لعيب قديم، ده انت دوب لسه من الاشبال. مش قوي كده يا باشا. لا قوي يا اخويا، قوي يا ابني يا حبيبي، ده انا كنت الدبوره وانت يا دوب لسه ورور في سنه اولى. ماشي ماشي يا كبير، طول عمرك ظابط قدير يا باشا. طول عمري قدير. يلا بقى يا سيف، العشاء جاهز. مين اللي غالب بقى؟ جوزك يا ستي هو اللي غالب على وشك يعني، هو بس فاضل له حركه واحده. معقول ده؟ ده انا حتى اللي انا اعرفه عن حضرتك انك جامد قوي في الشطرنج. ما تصدقيش جوزك، الملك لسه عايش ما ماتش، بس انت في موقف محرج يا باشا. العب. يلا بقى يا سيف، زمان الناس جعوا قوي. لا يجوعوا، العب. يلعب ايه بقى؟ ما انت اتغلبت وخلاص. سيف الحديد ما بيتغلبش. الملك مات يا باشا. منور عشان بيه. ده نورك يا سيف باشا. منور يا هانم. ميرسي يا فندم، ميرسي. اهلا وسهلا. عشان بيه، الواد اللي جالنا الصبح بتاع المنشورات. ماله يا باشا؟ الواد ده ملفه نضيف. طبعا يا باشا، ولا ما كنتش سبته؟ مش عارف ليه يا اخي، انا مش مرتاح للواد ده. يا باشا ده واد غلبان، شكله ملوش في الحاجات دي خالص، ابيض. شكل ايه يا هشام بيه؟ وانا هاخد له صوره ولا ايه؟ قول لي شكله. وانا احكي لكم بقى حكايه بمناسبه الشكل ده. زمان وانا صغير، فاكر طبعا كان والدي بيشتغل في البوليس السياسي. اه طبعا يا باشا. كان في عندنا جاره اسمها طنط فرخندة. طنط فرخندة دي كانت ست كده عندها حوالي 70 حاجه، و70 سنه يعني. كانت ست مشلوله طيبه قوي، كل الناس تحب تزورها، تبص في وشها تحس انت شايف ملاك لا يسلك جناحات ويطير. اهل المنطقه كانوا يحبوا الست دي قوي، ويروحوا عندها يزوروها يعني ويودوها كده، وبالتالي طبعا كانت عارفه اسرار كل السكان. بعدها بفتره كبسوا عليها واكتشفوا انها جاسوسه وعندها تقارير بحاله كل سكان المنطقه، ومن ضمنهم ابويا. يا نهار اسود، كل ده يحصل من طنط فرخندة؟ ما انا بقول لك مش بالشكل يا شباب. مش بالشكل. وعلى فكره بقى ما طلعتش مشلوله، قامت من على الكرسي ايه؟ جري رهوان. فرخندة بقى. منور يا جميل. الله يخليك. الله يخليك يا سيدي. ايه يا سيدي؟ مش كفايه شو الكلام في الشغل بقى ولا ايه؟ طيب خلاص. مامي مامي انا حبيت طنط سام قوي. يا حياه قلبي طنط سام ودور عين طنط سام حياتي. انا اول مره الاقي هايدي متعلقه بحد بالشكل ده. انت عملت لها ايه يا سامان؟ ولا حاجه، زي ما هي ارتاحت لي انا كمان ارتحت لها قوي. مامي انا عايزه فانيه. حاضر يا روح مامي. مامي انا عايزه فانيه. وانا بعمل ايه؟ الله، انا اقطع لك انا كمان واكلك بايدي. يلا يا قمر. بقولك ايه يا باشا، مش ناوي سعادتك بقى تكمل سلالة الحديدي وتجيب لنا كام حديدي صغير كده يلعبوا في البيت ويملوه عليكم؟ هيحصل هيحصل، بس زي ما تقول كده يعني انا وسهام مش فاضيين، بس هيحصل هيحصل. دول المحشي يا هشام بيه عجبك قوي. تسلم ايديك يا فندم، تسلم ايديك. بصراحة حضرتك نفسك حلو قوي في الأكل. بالهنا والشفا، بالعكس ده انتوا منورينا. ميرسي. أجيب لك عصير يا سيف؟ أنا شبعت وعايز أنام. إيه ده؟ دي هايدي نامت. مش ملاحظة إن سيف قلب فجأة كده و
تقريبا طردنا. لا وتقريبا ليه؟ هو طردنا فعلا، احنا هنكذب فعلا من ساعه ما جبت له صوره الخلفه والعيال. ما يكونش عندهم مشكله في الخلفه؟ والله ممكن، وبعدين اللي انا فهمته من مراته ان هما متجوزين بقالهم وقت طويل قوي. يا نهار ازرق، ده انا شكلي عكيت ولبخت الدنيا كلها. ولبخت ليه؟ انت ما تعرفش حاجه اساسا يعني. لا بس انا مش حابب ان انا اضايقه يعني، بس انت ما تعرفيش الراجل ده، الراجل ده لما بيقفش بيبقى اتم وخنيق. يا حبيبي ما تكبرش الموضوع قوي كده، وبعدين لما تشوف المره الجايه ما تفتحش معاه الموضوع وخلاص. بس بقى يا منال احسن، انا متضايق قوي بجد دلوقتي. ليه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ هموت واعرف طنط فرخان ده فين دلوقتي. يوه انت كده، الواحد ما يعرفش غلطك ابدا. انا ما بغلطش، ايه اللي انا غلطت فيه النهارده؟ ايه الجلطه اللي كنت فيها دي؟ ده انت تقريبا طردت الناس. ده مش موضوعنا، خلينا في المهم. ايه الاوفر اللي انت كنت فيه النهارده ده؟ اوفر ايه اللي بتتكلم عنه؟ عماله بتلعبي في البنت وعماله بتهنيني فيها لما شطت فيكي وقرفتنا. دول ضيوفك يا سيف ولازم ابقى ذوق معاهم. بس انت مش ملاحظه ان انت كنت مركزه مع البنت زياده عن اللازم؟ الاطفال احباب الله، وبعدين فيها ايه دي؟ فيها انك بتحني للامومه يا هانم، نفسك تبقي ام. ايه سيف؟ انت عايز تتخانق معايا وخلاص؟ يا الامومه ناحه عليكي قوي كده. هو انا اتكلمت يا اخي؟ ما انا عايشه معاك اهو راضيه وساكته. راضيه وساكته؟ انت بتعايريني ولا ايه؟ رد عليا. انا ما بعايركش، انا ما كنتش اقصد. امال قصدك ايه؟ لا، من السيف الحديد اللي يعيش مع واحده تعايره او تعطف عليه. انا هصرف اللي ورايا واللي قدامي. هتعالج؟ هتعالج ليه؟ انا اصلا سليم. ايوه انا سليم، انا سليم ومفيش اي حاجه خالص. انت عايزه تعالجيني بالعافيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. زعلش مني يابا. انا مش زعلان منك يا ابني، انا زعلان عليك. السياسه دي اصلي سكتها خطر ومرها اكتر من حلوها بكتير. انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم الموضوع مش زي ما انت فاهمه. انا مصدقك، مصدقك يا ادم، بس برضه حتى لو كانت رجلك جت غلط انت برضه غلطان. غلطان في ايه بس يابا؟ طب في ايه؟ لما تشوف مظاهرة تبعد عنها. ابعد عنها للدرجة دي يابا؟ ايوه طبعا للدرجة دي ونص كمان. ايوه بابا، بس المظاهرات دي اتعملت عشان الناس تقول رأيها، وبعدين ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. طب اسألك سؤال. اسأل. عمرك شفت مظاهرة عندنا جابت نتيجة او غيرت حاجة؟ يا ابني اخرة المظاهرات ايه؟ ما ديك شفت بياخدوا العيال على امن الدولة يضربوهم ويهزقوهم، مش هم لوحديهم، هم واهاليهم، وفيه شباب زي الورد اهاليهم ما بيشوفوهمش تاني. وانا يا ابني محتاج لك علشان تاخد بالك من امك واخواتك، وبعدين اطمن التغيير هيحصل، هيحصل يوم ما الفوران اللي في قلوبكم انت والشباب اللي زيك ما يتنقل لبقيه الناس. يا ادم يا ابني، الدنيا ليها ناس والاخر ليها ناس، ربنا يجعلنا احنا من اهل الاخر، انما الدنيا بقى نسيبها اللي عايزينها. انت
تاخذنيش يابا، يعني كلامك ده شوقني للانتحار. بس انا واخد على خاطر منك يا عم امين. ايه؟ فعش يعني عشانك في وشي كده وتديني بالقلم يعني قدامي. تعرف انا ما زعلنيش القلم ده خالص. من زعلني بس الكلام اللي حضرتك قلته لي. فاكر نفسك بتصرف وبتساعد. ما كله من خيرك يا عم امين. بعدين يابا ربنا يقدرنا عشان يخليك انت وامي واخواتي مش محتاجين اي حاجه. يابا انت جزمتك على راسي. ها قول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان منك؟ اخيرا انا ليا مين ادعي له غيركم. تعال. لسه زعلان؟ ازعل ايه بقى، ده انت زي ولادي. يلا تصبح على خير. طبعا حستني. طيب يا حبيبتي، طيب يلا اكلمك بعدين. حبيبتي، وحبيبتي دي بقى ايه اللي مصحيها لغايه دلوقتي؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي 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 ولا ده 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 ده؟ بتكلمي مين يا بطه؟ دي واحده صاحبتي. بدأنا الموضوع بكده يبقى هتشوفي وش مني زي الزفت. بتكلمي مين يا بت؟ بص بصراحه يا ادم، ده واحد اسمه مرزوق. مين مرزوق ده ولا بيزفت ايه ولا عرفتيه فين ده؟ بص يا ادم، انا هحكي لك على كل حاجه بس اوعدني ان هو يفضل سر ما بيننا. احكي يا ماما، احكي يا حبيبتي، بس احكي بصراحه. عايز يخطبني. كلمة جد؟ طب ولما هو عايز يخطبك بجد بقى ما جاش للبيت قابلنا؟ انا اللي ما كنتش عايزه، كنت مستنيه الوقت المناسب. وامتى بقى روح خالتك الوقت المناسب؟ اللي تشوفه يا ادم. انا عايز اقابل الواد ده. اتفقنا؟ اتفقنا. كبرت يا بنت؟ تتخطبي؟ ها؟ تعالي كمان واحد. حتى البوليس ألف سلامة عليك يا حبيبي. يسلمك. اطمنوا يا جماعة، جت سليمة الحمد لله. أسفين يا دكتور، جبتك على ملا وشك. يعني هو كويس يا دكتور؟ الحمد لله. طبعاً إذنكم. كتر خيركم يا جماعة، أنا الحمد لله كويس. يا حبيبي يا ابني، منه لله البعيد، ربنا ينتقم منه أشد انتقام، قادر يا كريم يا رب. هو آدم سابه؟ ده ادعى علقة موت. ربنا يحميك يا آدم، ده أنا ما شفتش في شهامتك وجدعنتك دي حد أبداً. ليه بقى إن شاء الله؟ وعمل إيه أزيد من اللي أنا عملته؟ ما أنا مسكت الحرام اديته علقة موت، لولا هو اللي جه أنقذه من إيدي. حصل حصل. ويا تعويرة والدم ده من إيه يا عم البيت؟ أه؟ لا ده أنا كنت بحلق وبعدين وقعت على الفاظة. حصل. الحمد لله يا صاحبي. آدم ما تخافش على جيفارا. مش غريب عليك والله يا ادم، هي دي اخلاق ولاد الكانتري. شكرين على المعلومه يا خواجه، من فضلكم يا جماعه الدكتور قال الكلام خطر على ادم. اتفضلوا اتفضلوا، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير، عايزين ننام. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. انا مش فاهم، بس الواد ده بيجري ورا المشاكل ولا المشاكل هي اللي بتجري وراه؟ كبد عليك يا ضنايا يا ابني، طول عمره في حاله ودايما متصاب. ايوه
خليك انت في كبدي ويا ضنايا لغايه اما رقبه جنبك اهو، لا قادر اتحرك ولا اروح شغله. كراي امين، مالك شد السلخ عليا انا والبيت كده ليه؟ عندي حق ولا ما عنديش حق؟ بصراحه مالكش حق، احنا عيلنا زي الفل وانا مربيهم كويس وزرعت ربنا سبحانه وتعالى جواه. لازم تفرح ان ابنك راجل وشهم. الشهامه ما بتجيبش حقها اليومين دولت يا صبره، واديك شفتي. يعني كنت هتفرحي لو ابنك راح فيها؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوه يا رب. استغفر الله العظيم. صباح على خير. انت من اهله، صبرني يا رب، صبرني على انا فيه. انت متهم بالتخابر مع دولة اجنبية للاضرار بمصالح امن الدولة العليا. انا ده انا غلبان يا باشا. سعادتك انا لا يمكن اضرب مصالح بلدي ولا يمكن اتجسس على بلدي لصالح اي حد. امال تفسر بايه المعلومات والمكالمات اللي انت سجلتها ورحت بعتها لما كنت شغال في شركة الاتصالات؟ يا باشا المعلومات على قفا ما نشيل، وبعدين احنا في عصر المعلومة يا بيه. تتستقبل يلا ولا ايه؟ هبعت اجيب ماما. كل الناس يا بيه بتبادل معلومات ولا هي جت عليا؟ وبعدين يا بيه المعلومات كل يوم على النت بتكون رايحة جاية. يعني اللي على النت حاجة واللي انت عملته حاجة تاني. يا باشا دي معلومات عادية. هو التجسس ايه غير بيع معلومات؟ ممكن تكون عادية بالنسبة لك لكن مهمة لغيرك. شكلك كده ملاوع ومش هتجيب الذوق. انا فعلا فعلا بعت معلومات وقبضت الثمن، بس ما كنتش عارف ان هي المخابرات اجنبية. وتبيع ليه من اصله؟ لاني فقير، فقير ما صدقت لقيت اي حاجة عندي ممكن ابيعها. ما سألتش نفسك يا رحمك هما بيشتروا منك المعلومات دي ليه؟ انت يالا ما سألتش. كان كل اللي منها ابيع بكام؟ باشا بلدي ما تتقدرش بفلوس، البلد دي مليانة فلوس بس مش مع كل الناس. انت حقود بقى. طب من غلبي طول عمري بتخوف في دوامة فهمي. مفيش مرة واحد فكر اني مد ايده ويساعدني. عفوا، الفقر عمره ما كان مبرر للخيانة وقلة الاصل. في ناس ممكن تموت من الجوع ولا يمكن تخون اهلها وناسها. مش كل الناس يا باشا، مش كل الناس. في ناس مستعدية تبيع عين من عينيها أو عين من عالها علشان تدوس على الفار اللي طحنها. إنما صدقني يا باشا كلنا عايزين نبقى ملايكة، إنما لو معرفناش بنتحول غصب عننا لشياطين، شياطين علشان نقدر نعيش. يا خال بتعمل ايه يا خال؟ بتهد البيت في ايه؟ ويل لمن يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. حكمه قديمه لكن عجيبه يا ادم. الصباح الزباله ده على الصبح. ايه الحكمه دي يا خال؟ جبتها منين؟ من عند صيدليه الاسعاف كده وانت داخل على اليمين. ايه جبتها منين؟ انا كنت بقرا زمان. بجد خير والله؟ بقرا زمان؟ ايوه زمان قبل ما يخترعوا النت. اي حد كان لازم يتثقف. دلوقتي اي معلومه تخش على النت تجيبها. ومعلقش في دماغك بقى غير الجمله الزباله دي؟ طبعا يا ادم. الحقيقه يا ادم، الحقيقه دلوقتي اللي عاوز لقمه عيشه بيحسس عليها في الضلمه وبيدور عليها، ولو رفعت راسك لفوق او قمتها السيف يطيرها لك. لا هتلاقي رقبتك ولا لقمة عيشك. ايه التفاؤل ده يا خال؟ ايه التفاؤل اللي على الصبح ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا خال ربنا كبير يا خال، وبيرزق الدودة في بطن الحجر، مش هيرزقنا احنا؟ صفي قلبك بس انت. ونعم بالله. حلو قوي. ما دام وافقتني بقى انا كمان موافقك على الجملة الحلوة دي، بس هنزود حاجة طفيفة بس. حاجة صغيرة كده بس. طفيفة. ماشي؟ طفيفة يعني ايه؟ بتعمل ايه؟ طفيفة خفيفة كده. بس العلم الاحمر ده من عندك؟ جه في دماغي بس مطلع كده. مطلع؟ ويل
لمن؟ ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه يا عم؟ ايه؟ ايه ويل لمن لا يريد؟ ايوه ويل لمن لا يريد يا عم، على الاقل في احترام وتفاؤل كده، مش تشاؤم وسواد. ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحلت فيه الروس، احترام من مين؟ من الناس الشريفة. فين الشرفاء دول؟ موجودين يا خال موجودين، بس انت بس فالح تبص النص الكوبايه الفاضي وتسيب المليان. نص فاضي ونص مليان ايه؟ هو في ادم كوبايه قدامي من اصله؟ وبعدين ازاي يا ابني؟ ازاي اعيش في وسط المنحرفين والحراميه؟ منك تبقى محترم ومركز في نفسك وفي شغلك، وما تبصش لرزق الناس وتقول اشمعنى انا؟ في وسط الحراميه؟ يا عم انت مالك بالحراميه يا عم؟ ما تركز في نفسك يا عم، كويس كويس لنفسك. هاد الشعارات اللي احنا فالحين بيها، الشعارات دي ما بقراهاش الا في الكتب والروايات. كل علمك بقى يا ادم. بص انا هرجعها تاني، هرجعها عشان خاطر خيال، عشان خاطر، عشان خاطر سيبها كده. احنا محتاجين لاي كلمه نتصبر بيها وتدينا امل، مش كده يا خال؟ خال الخال حاله مال. ولد انت ايه يا بنتي؟ وبعدين معاكي بقى يا عليا، انت مش ناويه تجيبيها لبر ابدا؟ ليه؟ هو انا بعمل حاجه غلط؟ اه طبعا، لو رحت اتدربتي في الجريده دي بتاعه المعارضه ابوكي هيزعل. ماما ده مستقبلي وانا حره فيه. ايوه يا حبيبتي، بس ما تنسيش ان ده ابوكي ومحسوبه عليه. ده الظاهر قدام الناس، انما اللي انا وانت عارفينه كويس ان مفيش اي صله بيني وبينه. يا عليا انت ايه يا بنتي؟ مش عايزه تنسي ابدا؟ انسى ايه يا ماما؟ انسى ان رماني انا وانتي واختي، ولولا جدي الله يرحمه يعلم مصيرنا كان هيبقى ايه؟ وهو ربنا سترها والحمد لله. بتنكشي ليه بقى انتي في الماضي دلوقتي؟ ماما اقفلي الموضوع ده خالص، وبابا اللي فرط في حقوقي وانا صغيره ملوش اي حق فيا وانا كبيره، ده العدل يا ماما، وغير كده يبقى ظلم. مفيش فايده فيكي، راسك ناشفه واللي انتي عايزه تعمليه بتعمليه. طالما في الحق هعمله ولو على رقبتي. انا بنت جدي يا ماما مش بنت بابا. دي بتاعت مهندس عمر عبد السلام، دكتور نبيل دانيال، مهندس رفيق حنا، والدكتور هشام. تمام. وديت لجايدة وجانا وسارة؟ وديت لهم. اوكي. وديت لليلي وأمير شوقي؟ وديت لهم. اوكي. وديت لهبة وأحمد وشريف النمر؟ وديت لهم يا ستي. تمام. كده مش ناقص حد. اوعى تكون نسيت عبير الأنصاري. ايه؟ نسيتها؟ لا طبعا ردت لها. بتهزر يا جو؟ كنت هموتك. شكلك زي القمر النهارده. طب يلا نودي لهم انفيتيشن بتاعتي. يلا. عندي ليكي خروجه تحفه النهارده. ايه؟ خروجه ايه يا جو؟ جو انت عايش حياتك عادي جدا ولا كان فرحنا بكره؟ خلاص يا ستي انت الخسرانه. اقعد حضر للفرح. ماشي. هاي. خش. لا لا شاطر. دول بقى ليه كل الذكرى. حلوين قوي يا حبيبتي. مبروك مبروك يا نون، وتجنن. مبروك يا جو. الله يبارك فيك. ده ذوق جو على فكره. وانا بقول ذوقها حلوه قوي قوي كده ليه؟ ده عشان حضرتك بتحبني بس يا انكل بتقول كده. لا من ناحيه انا بحبك، انا كنت بحبك. ليه كده يا انكل؟ بس انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ ده انا مش طايقك يا راجل، ده انا بغير منك. اقص عليك يا بابا. ليه كده؟ ليه كده؟ علشان هياخدك مني يا حبيبتي. بقى انا اتعب واشقى واربي والاستاذ كده ياخدك كده جاهزه. ده عشان ربنا بيحبني بس، رزقني بناس كويسين كده زيكم. بس احنا مش هنروح بعيد يعني، احنا مع حضرتك على طول، وهنكون عندك على الفطار وعلى الغدا وعلى العشاء كمان. الله 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 الله، ده انت داخل على التلاجه دغري بقى. ربنا يسعدكم يا ابني. ايه ده ايه ده؟ احنا مش في الفرح على فكره، بتعيطي ليه دلوقتي بقى؟ كان نفسي شريف اخوك يحضر اكليلي. ايه ده صحيح؟ هو شريف ما اتصلش خالص؟ ربنا يهديه يا ابني ويرجعه بالسلامه. طيب بمناسبه الاكليل بقى، انا عايزه ابونا بشوي هو اللي يجوزنا. اما يا نونو ده لو حصل يبقى ربنا بيحبك يا نونو. هتروح تجيبه؟ اروح اجيبه ايه؟ استني بس، ده في بني سويف يا انكل. لا 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 مش كده يا ابني، ده راجل مبروك وشرف كبير قوي ليك انك تروح تجيبه بنفسك.
ماشي بس امتى اروح؟ ده الاكليل بكره. ماليش دعوه اتصرف. وبعدين يعني ما نشوف حد قريب طيب يروح يجيبه لحسن يتعب مني في السكه، انتوا عارفينه سنه كبير. عشان خاطري يا جو، انا وعده من وانا صغيره قد كده ان هو اللي هيجوزني. خلاص يا ستي، طالما دي امنيه يعني ووعد، انا هجيبه عشان بحبه. وانا كمان. ايوه كده، اسمع كلامها زي ما جوجو بيسمع كلام. ايوه. نورتنا يا ادم يا ابني. ربنا يخليك يا مهلا. مش انا بقى. اه ايه مالك ادم؟ في ايه؟ مش عارف مالي، ضميري وجعني كده فجاه. بقولك يا هنا، بصراحه يعني انا محرج منك يعني بالنسبه اللي حصل يعني على السلم لما حضننا بعض يعني. اقصد يعني لما انا كنت مخنوق وترميت في حضنك. لا عادي يا ادم، مفيش حاجه، احنا اخوات. اخوات؟ بصي يا هنا، انا طول عمري باصص لك كاخت، بس من ساعه ما حضنتك حسيت بحاجه. حاجه ايه يعني؟ زي ما يكون كده كل واحد فينا ساب حاجة عند التاني، صح؟ انت حسيت نفس الإحساس؟ لا أنا بكمل الجملة. كمل الجملة؟ طب اتفضلي بقى هاتي اللي أنا سبته. صعب يا آدم، مش هقدر أديهولك. شفتي؟ أنا نسبت حاجة. طب أنا لازم أمشي. مش عارف ضميري مال النهاردة. متستهبلش. بجد يعني أنت حسيتي نفس اللي أنا حاسه؟ بس أنا خايفة يا آدم. من ايه؟ خايفة يكون ده مجرد احساس وهيروح لحاله، هو تعبانة بعدين. تعبيطة يا بنت، مالك محساني ان انا رايح اخويا كده؟ يا هلا. ايه يا اما، استني شوية بنتكلم على البنت. انا فاهم، انا بقول ايه كويس. خش. انا لازم ادخل. بس بقى. اطلع بقى. يا ساتر. حمص اللي بشمه. يا ساتر. الدوسيه ده ريحته بيض بالبسطرمه. انا اختي النهارده بقى فتكات عامله لي حته دين اكله محشي بورق الخس. يا سلام يا سلام يا فتكات. اختك الا قول لي يا عموره، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بصحى متاخر. نعم. مش فاضي يعني. هتجوز امتى؟ وراك ايه يعني؟ مفيش، بالليل بقعد العب دومنه وطاوله، وبالفجريه كده اروح داخل على النت بقى شات مع اصحابي كده. شات؟ وبعدين انت بتلفي وتدوري على ايه فتكات من الصبح؟ عاوزه حاجه؟ عاوزه تقولي حاجه؟ بصراحه انا جايبه لك عروسه. منين؟ ده انا جايب امبارح الخصايه بالتقسيط لاخت عشان تحشيها. منين انت بتحلمي ولا ايه؟ لا، ما العروسه اللي انا جايبها لك عندها شقه في ارض اللواء ومحوشه لها قرشين. انت بتتكلمي جد؟ ايوه. يعني معاها فلوس كتير؟ ايوه، يعني مرتبك هيفضل ليك، وهي بقى مش عايزه منك اي حاجه غير بس شويه حنان. حنان؟ ده انا ما عنديش الا حنان. ده ربنا خد مني شعري واداني حنان ومشاعر، عمال كده مرمطهم على النت طول الليل. ايوه كده يا عريس. والعروسه ديت يعني عندها قد ايه كده؟ تلاتينايه؟ ستينايه. وفي ارض اللواء؟ دي ادم من اللواء نفسه. وبعدين ان شاء الله دي اكتب عليها فين؟ في القرافه؟ واللي هيشهدوا على الجواز بتاعنا اتنين حانوتيه ولا ايه؟ الشر بره وبعيد، ما تفولش. فولش ازاي؟ يلا، دي واحدة ست، دي كانت ست. انت عايز تتجوزيها تورط فيها دي ولا ايه؟ الله، ما دام في الفورمة ولسه بصحتها، المانع بقى؟ فورمة مين؟ اذكروا محاسن موتاكم. لا بقى، أنا ما اسمحلكش إن أنت تشتم حماتي. حماتك؟ اخصى عليك يا فتكات، يا خسارة العشرة اللي بيني وبينك، ده المكتب لازق في المكتب. عاوزة تجوزيني حماتك. عمورة، ده جميل عمري ما هنساهولك. دي مأجره شقتها وقاعده معانا بحجه انها وحدانيه. انا قلت اجوزها بقى وتحل عني. حليها، خليها تحل في اي مقبره جماعيه بعيد عنك. حرام عليكي، يعني انت عايزه تشيليها من دماغك وتحطيها على دماغي انا؟
لا مش عايز الجوازة دي. عمورة أنا بهدي لك هدية، دي عندها شقة وعندها فلوس ومش عايزة منك أي حاجة في الدنيا، ويمكن كمان تدي لك. لا مش عايز اتجوز الست دي، مش عايز اتجوزها، انا كده زي الفل، انا عايش مع نفسي كده زي الفل. خلاص يا اخويا خليك مع نفسك كده زي القرده بوديل. قرده بوديل. اقعد اكل موز وزداني كده واتنطط على البلتكنات في الشقه براحتي. خلاص. سلامتك يا عم رامبو. الله يسلمك يا حبيب رامبو. اتفضل كل سنه وانت طيب. ايه دي؟ هديه عيد ميلادك. دي بقى ساعه اصلي، مش زي المضروبين اللي بديهم للعيال. امسك ايدي 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 يا ابني، ايدي ايدي. خلاص هات ايدك التانية يا ابني. استنى انت ايه بتشبكني ولا ايه؟ شكرا يا كيمو، بس انا مش هقدر اخدها. ايه القتامه دي؟ ده بدل ما تاخدني بالاحضان وتقول لي ميرسي يا صديقي على الهديه الحلوه اللي انت جبتها لي دي. ما هي عشان حلوه قوي وغاليه قوي، انا مش هقدر ارد لك واحده زيها. بعدين يا معلم كل سنه وانت طيب، الحلوه اللي انت قلتها دي والله عندي اغلى من 100 هديه. طب والله العظيم ثلاثه لو ما خدتها لدشها في الارض دلوقتي 100 حته، وانت عارفني بقى مجنون واعملها. وبعدين يا اخي ده النبي يقبل الهديه، البس بقى بلاش بواخ يا ابني. ايدي ايدي يا مجنون. البس طيب البس. اللهم صل عليك يا نبي. حلوه صح؟ بس دي مش اصلا يا معلم، مش فاهمك انت. ايه ده؟ ايه الحقيقه هلا؟ بص يلا مني اونلاين. ايه ده الواد وليد؟ لا سيبولنا بقى ندور عليه ونطلعه على المسرح يا معلم. يلا ندور يلا ندور. خد يا معلم الساعه. انت فينك يا بنتي؟ بجد انا زعلان وقافش جدا جدا. ليه بس يا لولي؟ يومين ما اسمعش صوتك وما اعرفش عنك حاجه، بتعملي ايه؟ بجد حرام عليكي. صدقني يا لولي انا بتقطع اكتر منك، بس كان لازم ابعد لاني بدات احس اني بضعف بضعف بضعف. ايه ضعفت؟ بقولك يا لولي مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي، انا لسه ما فسختش خطوبتي، انا حاسه اني بخونه بخونه بخونه. الحق الزبوني تاني شرف، الزبوني تاني شرف. خالي دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتي. يلا ندور يلا ندور. ما تنطق بقى الله يخرب بيتك على بيت رماتك المخوخه، هتطير مننا المزه. هاي ممكن اتعرف عليك؟ انت مين؟ أنا مونيكا. مونيكا؟ دي مصرية مونيكا؟ نص مصرية ونص إيطالية. أموت أنا في الإسباكيتي، ده الليلة هتبقى صلصة. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل يا عسلية. دي قوي. هو أنت أنهي نوع من أنواع الرجالة؟ أي نوع إزاي؟ مش فاهم. يعني أنهي فصيلة من فصيلة الرجالة؟ فصيلة إيه؟ أنت بتكلمي كلب لولو ولا إيه؟ أنا فرعوني كوكازي. أوه كوكازي، أموت في كوكازي يا نيازي. لا مونيكا أنا مش اسمي نيازي، أنا اسمي عامر. ما أنا عارفة ما أنا عارفة، بس أكيد تصلك شبهه قوي. زي مين يا مونيكا؟ خطيب المرحوم نيازي الله يرحمه. هو مات؟ بس أنت شبهه قوي 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 وهو بيموت. وأنا صوتي يدي على تربة ولا إيه؟ انت عندك كاميرا؟ للاسف لا مونيكا. يا خساره، الحلو ما يكملش. لو كان عندك كاميرا دلوقتي كان زماننا فتحنا وشوفنا بعض. بكره بكره من طلعه الشمس هيكون فيها انا 5 كاميرات، بس توريني بقى كل حاجه. شكلك شقي وانا بموت في الشقاوه. لا انا كده على طول شقي. طب يا ريت بقى تفتح الكاميرا كده وتورينا حته. وريله الدبوس يا مونيكا، وريله الدبوس. مين دي يا مونيكا؟ دي هايدي بنت خالتي. سلمين عليها بقى وخليها توريني دبوسها. مش هما تجيب كاميرا الاول؟ بس بقول لك ايه، انا ممكن ابعت لك صورتي تسبيره. ورس وخ ومنيل. ده انت حلو قوي يا مونيكا. لما انا مش هقوم النهارده بقى من هنا الا لما اشوف دبوسي كدبوس هايدي. عيسو حبيبي كويس انك جيت. انا جيت الحمد لله على سلامتي. بقول لك ايه، كنت عايزه فلوس. فلوس ليه؟ مفيش رايحه للكوافير وبعدين هعدي على ماما عشان اخد البنت. البنت
طب وايه اللي ودى البنت عند ماما اساسا؟ مفيش، كان عندي اوبن داي الصبح فماما عدت اخدتها من الحضانه. كمان يعني انت ما شفتيش بنتك من الصبح؟ في ايه يا هشام، هي في الشارع دي عند ماما. وبعدين من حقي ان انا اخرج واتفسح ولا عايز نفضل محبوسه ما بين اربع حيطان يعني؟ والسواق الحيوان ده قلت لك تغيره لي قبل كده 100 الف مره. ليه عمل ايه؟ 100 مره اقول له ما ينامش في العربيه وهو مستنيني عشان بيخلي ريحتها تقرف. كمان هتحاسبي الراجل على النومه؟ ده كتر الف خير انه ملحق على مشاويري جنب شغل الداخليه. ده انا اللي اسمه السواق بتاعي ما بشوفهوش اصلا. خلي في قلبك شويه رحمه يا منال. حنيتك دي اللي هتجيبنا ورا. انا جعان. اطلب دليفري. نعم، هو انت كمان ما طبختيش؟ ده ايه العيش الزفت دي يا حبيبي؟ هي الخدامه مش نفسها يوم تاخد اجازه ولا ايه؟ يوم واحد بس يا منال، يوم واحد؟ ده انت الاسبوع كله ما بتطبخيش غير يوم واحد، وبعد محايلات ومناهدات ويا حبيبتي عشان خاطري بحب اكلك، بكره اكل بره، برجع من شغلي تعبان، مش كده يا منال؟ يا حبيبي اصل الطبيخ ده مزاج وانا ما اتعودتش اعمل حاجه الا مزاجي. وانا مش من ضمن مزاجك يا منال؟ يعني هو الطبيخ اللي هيبين لك يعني غلاوتك عندي؟ امال ايه تاني؟ طب الاول ايدك على 500 جنيه ولما ارجع ابقى اقول لك. 500 جنيه؟ فين مصروف البيت؟ اشتريت بيه جزمه فستان. ايه؟ هناكل طول الشهر جزمه فستان؟ ويا ترى هنحل بايه؟ توك شعر؟ يا حبيبي ما عندك الكريدت كارد يعني، وبعدين الاكل يتدبر امره. لكن بصراحه الجزمه والفستان كانوا لقطه، ولما كنتش جبتهم كنت هبقى متضايقه قوي. ايدك بقى على 500 جنيه، يلا خليك حلو. خليك حلو وهاتهم وانا اقعد بايه؟ يا حبيبي انت قاعد في البيت مش نازل الشارع، لكن انا اللي نازله اشتري حاجات في الشارع، عايزني يعني اتبهدل قدام الناس؟ والله ما تشتريش عشان ما تتبهدليش. يعني افرض حصل لي اي ظرف طارئ في الشارع، ساعتها اعمل ايه؟ وانا مرات هشام بيه مدكور بجلاله قدره، عايزني يعني اتحوج للناس؟ يا دي هشام بيه مدكور بجلاله قدره اللي عامل لي بلو في نافوخي، ده انا كرهت اسمي بسببك يا شيخه. يلا بقى خليك حلو هاتهم يلا. طب بصي انا هديكي 200 جنيه بس، اوكي؟ اقل من 500 نو. يا طب وانا اطلب دليفري بايه؟ افتح لك علبه تونه. وبعدين يا حبيبي الدليفري مش كويس عشانك، وبعدين انت تخنت قوي محتاج تخس. باي باي. هي بقت كده منال؟ علبه تونه؟ انا على اخر الزمن اكل علبه تونه؟ ماشي يا منال. ورد، والله ورد، خلاص بقى ما زعليش. وهزعل من ايه؟ يعني شويه اتعصبت عليك امبارح. صدقيني اسامه انا عليا ضغط في الشغل غير عادي. حقك عليا. عادي، هو ايه الجديد؟ بص انا بكلمك ازاي وانت بتكلميني ازاي؟ أنا ما قلتش حاجة غلط، أنا قصدي يعني إن أنت دايما مشغول. بس كده؟ أنت شايف حاجة غير كده؟ أنا شايف إن أنت متغيرة حبتين من ناحيتي. مش أنا اللي اتغيرت يا سيف، أنت اللي اتغيرت. سيف الحديدي عمره ما هيتغير أبدا، عمره ما هيتغير يا سيف. بتهيألك. بص لحياتنا كده من بره، أنت هتعرف الفرق. مالها حياتنا؟ زي الفل ايه من بره ومن جوه، والف واحده تتمنى تعيش عيشتك دي، بس انت بقى اللي عامله نفسك مش واخده بالك. بطل بقى تفكر في نفسك بانانيه وبس، فكر فيا شويه، فكر في احساسي، في مشاعري. مشاعر ايه؟ والورد ده ايه؟ مش مشاعر ده؟ مش بالورد يا سيف بيه. امال بايه؟ بالحب، بالحنيه، بالمعامله الطيبه. بقولك يا سيف انا تعبانه وعايزه انام. نعم.